بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عمر سليم البيم مانجر. النهاردة هنتكلم على اوتوديسك انفرا ووركس 360. اوتوديسك شركة كبيرة جدا، من أكبر الشركات اللي موجودة في المجال الهندسي. هي اللي عملت كده، تعمل الريفت أو شركة الريفت، شركة نفس ووركس 3 دي ماكس، المايا، برامج كتير جدا اشترتها وبدأت تطورها وبدأت تدمجها مع بعض. البرامج بتاعتها بتمتاز بأنها بتبقى سهلة جدا في التعلم. في شركات تانية بتبقى متعمقة في التفاصيل وتبقى فيها قوة أكبر، بس هي بتاخد وقت كتير في التعليم. لأ، أوتوديسك بتبقى برامج قوية وكل حاجة، وفيها ميزة التعليم بتاعها بيبقى سهل. الإنفرا ووركس، يبقى احنا بنتكلم على موضوع الطرق والكباري والإنفرا ووركس. وأهم حاجة بس في شغلنا ما ننساش الخوازيق على أساس الكبر ما يقعش. 360 ده معناها ان في شغل كتير هيتم عن طريق كلاود، عن طريق سحابة الكترونية، عن طريق سيرفرات في مكان اخر. بمعنى ممكن يكون انا هعمل امر معين هياخد وقت كبير، فاقول له لا، خد انت الحاجة ديت اعملها انت على السيرفر بتاعك على ما انا اخلص شغلة تانية، ولما تخلص ابعتها لي. زي موضوع مثلا الريندر، سواء في الاوتوكاد او الريفت او اي برنامج اخر، بقول خد الحاجه هيت، ابدا اعمل لها الريندر، او ابدا اعمل لها تحليل انشائي، او ابدا اعمل التحليل للمبنى من ناحيه اليد والجرين بيلدينج، ومن ناحيه هوفر طاقه ازاي والحاجات دي كلها. ولما تخلص ابعت لي المعلومات النهائيه. تمام، بس ده طبعا هيستلزم ان انا يكون عندي انترنت كويس وسريع موصلهوش. طيب، الواجهة سهلة جدا. كل اللي أنا شايفه هنا مثلا دي المشاريع اللي شغال عليها، الموديل بتاعتي. تمام، ممكن أقول له لأ ده أنا عايز شو أقول، لأ أنا عايز بس الحاجات اللي آخر حاجات أنا فتحتها، اللوكال، الكلاود. تمام، مجرد هتدوس عليها هتبدأ تفتح معاك المشروع. هنا مثلا أوبن، لو هفتح مشروع جديد الامتياز بتاعه بيبقى SQL ITE. هقول له مشروع جديد نيو. ممكن استورد المعلومات من اي برنامج اخر زي سيفل 3D، معلومات المنطقة، ايه الحاجات المرتفعة والحاجات المنخفضة. هنا حاجات خاصة انا مفعلها كلها، زي مثلا الرودواي ديزاين او البريتش ديزاين او الدرينج ديزاين، ممكن تخليها متفعلة معاك او ممكن تقفلها، انا مفعلها كلها. طيب، من ضمن الحاجات السهلة جدا ان انا اقول له موديل بيلدر، بيفتح لي حاجة كده زي جوجل ايرث، بحدد المنطقة اللي انا عايز اشتغل عليها. تمام، يعني خلينا مثلا نختار مصر، كايرو. ممكن تيجي على الجيزة بقى وتبدأ تعمل كباري وخلاص، كده كده هنبيع الأهرامات فتعمل اللي انت عايزه. ممكن تيجي على منطقة زي ديت، ده جسر السويس والعزف النخل والحتت اللي كنت عايش فيها الشرفة. طيب، ممكن تيجي على حتة زي دي مثلا وأقول له إيه، أحدد أقول له أنا عايز مثلا المنطقة دي كده، أديها أي اسم وأقول له create model. بيبدا يعمل كريت للموديل، بيقول لي وي ار بريبيرنج يور نيو موديل، احنا هنجهز لك الموديل الجديد. ذس كان تيك ا فيو مينتس، ممكن ياخد بعض دقائق. تمام، غالبا 3 4 دقايق كده. هو نيور موديل از ريدي، وي ويل نوتيفاي يو باي ايميل. اول ما يبقى جاهز هنبعت لك ايميل وهيظهر عندك في الشاشه الرئيسيه اللي بره. تمام، فبقول له ايه كلوز. طيب، خلينا نفتح مثلا موديل بسيط نشوف الفكرة بس، وبعد كده في الدروس الجاية إن شاء الله نخش في التفصيل.
يبقى البرنامج سهل وبيديني بعض الخصائص الجميلة جدا، زي إن أنا أشوف العربية وهي ماشية هتشوف إيه، يعني كأن في كاميرا متركبة في العربية وماشية، ففي الطريق شايفة إيه، هل مثلا وهي بتلف مش شايفة العربيات اللي جاية من الناحية التانية، أو مش شايفة إشارة المرور فهتخبط في حاجة تانية، فبيوفر لي حاجات تسهل عليا. في أوامر تحليل للكوبري أو تحليل للطريق، وطبعا برضو ما نستسلمش للبرنامج وما فعل حاجة يقولها، لازم أمسك الأرقام اللي هو بيطلعها لي وأبدأ أشوفها هل هي مطابقة للكود ولا لأ، تمام؟ لأن في ناس كتيرة بتبقى واثقة في البرنامج ما بتسألش وراه، لأ اسأل، تمام؟ زي ما شايف البرنامج سهل جدا، زي ما هنشوف مع بعض في الدروس الجاية. بقول مثلا عايز أصمم طريق مثلا، فبيديني الأوامر الخاصة بتصميم الطرق. أنا عايز build manage and analyze، تمام. عايز اعمل bridge، عايز اعمل الدرينج بتاعي. اوامر سهله وبسيطه وبتسهل عليا شغل جامد. عايز اعمل مثلا طريق هاي واي، طبعا هو واحد ممكن يقول لي احنا ممكن مثلا في الريفت نبدا نعمل طريق، نعمل الحاجات دي، بس مش هتاخد المعلومات اللي هتاخدها من برامج زي الانفرا ووركس، لان هو مثلا لما بقول له انا عايز اعمل طريق بيديني كذا اختيار، كل اختيار فيهم بيبقى مثبت فيه مثلا الهاي واي سرعته من كذا لكذا، اللوكال سرعته من كذا لكذا، فكل المعلومات دي بتبقى مسجله، ولما بتيجي تعمل تحليل للمبنى او تحليل للطرق او تحليل الكوبري هتلاقي الموضوع فرق معاك كتير جدا. في الريفت مثلا بيبقى متعرف عليه ان هي مثلا ماس او ماده وخلاص خلصت، ما عندوش الإمكانية للتحليل للكوبري أو نشوف الكود مطابقة للكود ولا لأ. ده زي ما احنا عندنا في مصر أو في الدول بنقول إيه قدرش تخبيه. هو البرنامج ده لو أنت بتعمل طرق لمدينة هتحتاج إن أنت تخش عليه وتبدأ تتعلمه وتبدأ تعمل الطرق بتاعته، إنما لو أنت مثلا شغال في الريفت وعايز تعمل بس إيه طريق بين بيت وبيت، طريق قدام الفيلا، يعني مش مستاهلة إن أنت تدخل على الإنفرا ووركس، لا ممكن تعمله يدوي. أنا دلوقتي قلت له عايز أعمل طريق هاي واي، فبيديني أنواع كتيرة من الطرق، تمام، وأي حاجة أنت هتختارها بعد تقدر تعدلها بعد كده، تمام. خلينا نختار مثلا ديت، هبدأ مثلا مثلا فرضا إن أنا عايز أعمل طريق هنا، أدوس هنا، تمام، وابدا امشي بالطريق بتاعي. طيب عايز اعمل في انحناء، هدوس رايت كليك واقول له كيرف، انا عايز ارسم بالكيرف، وتبدا تشوف الكيرف بتاعك هيبقى قد ايه، الريدس بتاعها قد ايه، تمام. وبعد كده اقول له اعمل اللي هنا، ولما تخلص هدوس مرتين، هتلاقي إن هو عمل الطريق بالشكل دوت، تمام. وتقدر تعدل في الإيديت مود، تقول له مثلا ستايل، أنا عايز أعدل الستايل بتاعي، أعدل نوعه، وهتلاقي هو أوتوماتيك بيحسب أي حاجة خاصة بالطرق. ده شكل من أشكال الطرق، ممكن تكون أنت مثلا عايز تغيره، هتعمل هنا سيلكت وأقول له أنا عايز مثلا الستايل عايز بالشكل ده مثلا، هنشوف مع بعض بالتفصيل إزاي أعمل حاجات احترافية بعد كده.